يلا ان شاء الله اخي يكون نايم وما يحس علينا ونحن طالعين. مستر رجعوا، مستر. مرحبا سيد لمعي. يا أهلين، كيفكم؟ الست مريم طلبت مني الشتلات مشان تزرعهم بالجنينة. أهلا وسهلا. عفوا، كيفك؟ تفضلي بيان خانو. لا والله مستعجلة، تعي شوفي الشتلات. وين حطوا لهدول؟ استنى لحظة، هلأ بيجيب إلك وين تحطون. روح اسبقني عجنينة، جاي وراك. لما يهدى اهدى. اخذ الدبي وراك، رجعه. شوفي ولا شي. انتو كيفكم؟ نشكر الله. الست ميسر مو هون؟ لا، سافرت عالضيعة، اخذت مراد معه، حدا من قرايبينها مرضان. اخذت ابني وراح ترجعه، واخذت لي ابني، ما رح ترجعه، ما رح ترجعه، اخذت لي ابني. لا لا هدي، ما بصير هيك، عم يعمل لك هدي، خلص سمعي. ما رح ترجع لي ابني، خلص يا بدي ابني. يا اخي مشان الله تهدى، هدى ابني يا حبيبي. اكيد ابنك، بس اخذته مني. اهدى، رح يرجع. ابني. ايه ابنك. وجبت لك اكياس تراب معهم. يسلموا فهمي، عذبناك معنا. قديش طلع حقهم؟ 900 ليره. 900؟ كيفك كريم؟ كيفك فهمي؟ ماشي الحال. امي كريم معك 900 ليره لانه ماني حامله معي مصاري. فاطمه بدها اياكي. لا تتركي لحاله. طمني بنتي، ما رح اتركه ابدا.